السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله لتدعوه أن يعلن للمسلمين ما يريده منهم، حيث أراد منهم أجراً مقابل كل الذي قام به تجاههم عندما أخرجهم من ظلمات الجهل والتخلف والتشرذم والتفرق إلى أن أصبحوا أمة هي كما أشار الله سبحانه وتعالى إليها، هي خير أمة أخرجت للناس. الأجر حدده الله سبحانه وتعالى فيما قاله لرسوله: المودة في القربى، المودة لأولئك الذين هم من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإعلان يدعونا إلى التساؤل: أيعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز في دعوته، لكان دائما دعوته إلى تجاوز كل الحسابات العائلية والعشائرية، أن يدعو الناس إلى أقربائه حتى مهما كان هؤلاء الأقرباء، هذا لا ينسجم مع ما تحدث به أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما تحدث عن من هو قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن هو بعيد عنه. ما قال الأقرباء الذين كانوا هم من قرابته: إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. وهذا ما رأيناه فيما أشار القرآن الكريم في تبرؤ رسول الله صلى الله عليه وآله من عمه أبي لهب، أنه عم للنبي صلى الله عليه وآله وأقرب الناس إليه. وأيضا ما قاله: سلمان منا أهل البيت، مع أن سلمان كان فارسيا، وهو ما كان يدعو إليه عندما كان يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وهو كان يقول: لا يمحض الرجل الإيمان حتى يكون الله أحب إليه من نفسه ومن أبيه ومن أمه ومن ماله ومن الناس كلهم.
إذن ما أراد النبي صلى الله عليه وآله عندما تحدث ودعا إلى أن يأخذ أجراً على دعوته الأقرباء، مهما كان هؤلاء الأقرباء، هؤلاء الذين دعا إلى أن نكون حريصين على مودتهم، هم هؤلاء الذين تمثلوا الإسلام في حياتهم، اتصفوا بالخلق الذي دعا إليه الله، بالعلم، بالحلم، وبالبذل، وبالعطاء، وبالتضحية، وبالفداء. هؤلاء الذين اصطفاهم الله ممن أشار إليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم صمام أمان: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن المودة لهؤلاء الذين كان يشير إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي دعا الله سبحانه وتعالى إلى أن يدعو النبي أن يطالب المسلمين بالأجر بمودة هؤلاء. إذن أيها الأحبة، نحن مدعوون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، أن نلتزم بذلك وأن نعبر عنه عمليا. المودة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فريضة وواجبا، لا اختيارا، ما لنا خيار. لا يمكن لإنسان ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحمل هذا الحب، هذا الود لهؤلاء. لكن يبقى علينا هنا، لابد أن نوضح ذلك لأنفسنا ولواقعنا، كيف يكون هذا الحب؟ هل فقط أن نبدي ذلك بعواطفنا، هيك نعبر عن عاطفتنا تجاههم، أن نتحدث عنهم بالحب، أن نزورهم، أن نحضر مجالسهم، هذا، أو أن نقيم العطاءات على اسمهم؟ هذا أمر هو تعبير، لكن لابد أن نوسع دائرة هذا التعبير، نوسع هذه الدائرة. وهذه الدائرة هي التي وسعها الله سبحانه وتعالى في علاقته به. نحن معنيون بأن نحب الله سبحانه وتعالى، وهذا الرب يحب لعطائه، لكرمه، لفضله، لحرصه علينا، لمحبته لنا، لكل الرحمة التي يغدقها علينا في الدنيا وبعد ذلك في الآخرة، هذا الرب. لكن كيف أراد الله سبحانه وتعالى أن نعبر عن حبنا له؟ قال: بس تغزلوا فيا وحبوني وعاطفتكم تجاهي. ماذا قال؟ قل إن كنتم تحبون الله. هذا المبدأ، مبدأ مع الله والمبدأ مع رسول الله صلى الله عليه وآله، والمبدأ مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو المبدأ الذي نلتزمه مع كل الذين أمرنا بحبهم. هذا هو التعبير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوا رسول الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن المنهج هنا، إذا أردت أن تعبر عن حبك لله التزم بمشروعه في الحياة، بالذي يريده في الحياة. الله هذا ما يريده كتعبير عن حبنا له، وهذا ما حرص على أن ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله،
وأهل البيت عليهم السلام هم عبروا لنا، مش بدنا نحن نكون حريصين على رضاهم أن نعبر حقيقة عن حبهم؟ هن رسمونا المناهج عندما كانوا يقولون أحبونا حب الإسلام، إذا أردتم أن تحبونا أحبوا هذا الدين، عبروا عنه بكلماتكم، عبروا عنه بمواقفكم، عبروا عنه في بيوتكم، عبروا عنه في علاقتكم بجيرانكم، عبروا عنه في المجتمع الذي تعيشون فيه عندما تلتقون وعندما تختلفون، هذا يكون هو حاضر لديكم. أحبوا هذا الدين، وهذا الدين يستحق هذا الحب لأنه فيه خلاصنا، ومن خلاله نحظى بالعزة والكرامة. والله أشار، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا مشوا على الأصول لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، كانت الأرض تخضر وتنزل ببركاتها، لأن كل ما كان الإنسان ملتزما بأوامر الله بده يكون عنده حيوية وعنده فاعلية وحريص على العمل وحريص على العلم وحريص على أن يكون عزيزا في مجتمع، الحياة تصبح أفضل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة، حياة العقل، لا تجمد عقلك ما دمت تلتزم الله وتلتزم رسوله، لا تجمد مشاعرك لمن يستحق هذه المشاعر، لا تجمد حضورك في الحياة التي لا بد أن تكون خيراً فيها. أحبونا حب الإسلام، وهذا ما عبر عنه الإمام الباقر عليه السلام بكل وضوح عندما أشار إلى جابر، ذلك الرجل الذي جاء إليه أراد أن يعطيه فكرة وأن يبين له المنهج، وهذا ما نحتاج أن نؤكده، لأن كثير من الناس يعتبرون أنهم أخلصوا لأهل البيت عليهم السلام، والله شو عملنا، كنا بالمجالس، والله حضرنا كل المجالس، زرناهم أو أقمنا المضائف على اسمهم أو العطاءات على اسمهم، أو أنه دائما نلهج بذكرهم، هم رسموا لنا الطريق. قالها لذلك الرجل: أيكتفي من تحل التشيع أن يقول بحبنا أو يعبر عن حبنا بمشاعره وعواطفه؟ ما هذا ما نريده نحن جماعة؟ ما بدنا الناس تحبنا لأشخاصنا، نحن تركنا الناس لأننا على الحق، ما ترك لي الحق من صديق، نحن بدنا الناس تحب ما دعونا إليه. نحن جماعة جئنا إلى هذه الأرض حتى نحقق إرادة الله التي أرادها للحياة، أن نحفظ هذا الدين، حرك هذا الدين في الحياة. بقدر ما يقوم الإنسان بذلك بقدر ما يكون قريبا منا، وبقدر ما يتجاوز الإنسان ذلك ويبتعد عنه ما في يقول أنه قريب منا. نحن ما بدنا لذواتنا شيء وما عملنا لذواتنا، بالعكس قدمنا أنفسنا، ونحن في أيام الحسين عليه السلام قدم نفسه. لماذا قدم نفسه؟ ليش ضحى؟ ليش أولاده؟ كان قادر يعيش الحياة الرغيدة، يكفيه أن يوقع، لكن ما كان يمكن أن يفعل ذلك على حساب دينه، على حساب قيمه. وعانوا، كلهم عانوا، كلهم تألموا، كلهم أوذوا لأجل أن يثبتوا هذا الدين في المجتمع، وأن يحفظوه للأجيال القادمة. فوالله ما شيعتنا إلا
من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع مهما بلغوا من مال ومن موقع، التخشع والأمانة، أمناء في مجتمعهم، إذا تحملوا المسؤولية يقومون بها، إذا أودع لديهم مال يحفظونه، وكثرة ذكر الله. إذن هنا يتبين الحب والصوم والصلاة والبر بالوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما، والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة. جيراننا الفقراء هم بأعيننا، هؤلاء اللي يعانون الفقر، يعانون من الديون التي تثقلهم، والغارمين والأيتام، مش ما ندير بالنا ونقول الله يبعث لهم، الله ييسر أمورهم، لا، هم بواجبنا. يا أن واحد يقوم بذلك بنفسه أو يتحمل المسؤولية، يروح هو يفتش كيف يؤمن لهم ما يحتاجون إليه. وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، ما بيحكي إلا بالخير. بكيف إذا عنده ملاحظة على حدا مش بيحكي عنه بغيبته، وإنما يذهب إليه: يا سلامي، أنت راجع حساباتك أيها الإنسان، أيتها الإنسانة، روح لعنده، مش بيحكي عنه وبنشره، وأهتك حرمته. كما نجد الآن، بس واحد الآن صار عنده مشكلة مع حدا، حطه بمواقع التواصل وأشار إلى سيئاته بدون ما يذكر إيجابياته، ما أكثر ما تهتك الحرمات، ما بنراعي الحسابات. كف الألسن عن الناس، الألسن طبعا والكتابة كمان، إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرين في الأشياء. إذا حدا بده يأمن على شيء، بده يأمن على أولاده، بده يأمن على أمر يتعلق به، هول شيعة أهل البيت هؤلاء الذين يرجع إليهم إذا كانوا في أي موقع، لابد أن يتميزوا. هون بتبين، يتبين واقع الحب الحقيقي، وهذا ما نحتاج إليه، حتى ما يبقى هذا الحب بس بالمشاعر وبالعواطف، بده ينتقل إلى العمل وإلى الواقع. قال عندها جابر: يا ابن رسول الله، ما نعرف أحدا بهذه الصفة. قال: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل، هاي بننبه أنفسنا ومجتمعنا، حسب الرجل أن يقول: أحب عليا وأتولاه وأنا أنتمي إليه، ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فلو قال: إني أحب رسول الله، فرسول صلى الله عليه وآله، فرسول الله خير من علي، ثم لا يعمل بعلمه ولا يتبع سنته، ما نفعه. بعض الناس بيقول لك حب علي جنة، بس وين الحب؟ هون عندما ندخل هذا الحب إلى الحياة، حب الرسالة التي التزمها علي وعمل لها علي عليه السلام، ودافع عنها علي، وتحمل لأجلها علي عليه السلام، هون بتبين، هون تصير جنة، مش بس حب وعاطفة وهوبرة مرات في الأماكن العامة، لا. لهذا ما نفعه حبه إياه شيء، ما بينفعه. مين قال؟ الإمام الباقر عليه السلام: فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته. هذا المقياس. والله ما يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالطاعة، ونحن ما معنا براءة من النار، نحن عم نشتغل
وعم نعمل حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. الله ما أعطى حدا براءة، نحن عم نشتغل. وهذا ما عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام. بعض الناس جاء إليه وقال له: نحن بكرة متعلق بذيالك يوم القيامة. يا أبا عبد الله، نحن بكرة متعلق، نحن أصحابك ومعك. لهم كانوا ما عندهم العمل الذي يستحقونه. ما أنصفتمونا إذ كلفنا بالعمل، هيانا شوفونا بالليل والنهار نعمل من أجل الله وفي سبيل الله، ونعاني من أجل الله وفي سبيل. ما أنصفتمونا إذ كلفنا بالعمل وعلى اسمنا، بدكم توصلوا ورفع عنكم هذا العمل. ما معنا براءة من النار. ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. حتى لو سجل بالهوية أنه شيعي، حتى لو تحدث عن الناس عنا، بده ينزل على الأرض. ولا ينال غدا، لا تنال غدا ولايتنا إلا بالعمل والورع. اشتغلوا وكونوا ورعين عن معاصي الله. إذن أهل البيت عليهم السلام هؤلاء هم عبروا عن أنفسهم، حتى نعرف أين نحن من حبهم، أين نحن من الولاء لهم، أين نحن منهم عندما نقف يوم القيامة ونريد أن ننال شفاعتهم. إذا أردنا أن نرتبط بهم بدنا نرتبط بمبادئهم التي تمثلت في كلماتهم وأيضا في سلوكهم في أخلاقهم، كانوا أفضل التعبير عن ذلك. وهي المودة، ونحن في نغادر أيام عاشوراء، طبعا نحن ما منغادر دائما، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، مش بالمعنى الجهادي فقط، قد تكون، لكن بمعنى الوقوف مع الحق ضد الباطل، مع العدل ضد الظلم، أن نكون أعزاء دائما. هذا معنى ذلك. على مستوى الأسلوب قد يختلف، مرة بيكون في أسلوب يقتضي الحرب، مرة يقتضي السلم، مرة يقتضي الجهد في المجال الدعوي الثقافي، كل مرحلة إلها ظروفها، كما هم أهل البيت عليهم السلام. لهذا هذه المناسبة التي تزودنا منها، نحن كلنا تزودنا، كل يوم كنا نحضر المجالس، ومباركة هذه المجالس، كلنا تزودنا التعبير، علينا أن نعبر، وهذا هو المطلوب. وذلك دائما نقول علينا بعد عاشوراء أن نتحول إلى ورشة عمل لنصلح كل واحد بالمكان اللي هو فيه، على مستوى الشخصي، بإطار عائلته، أرحامه، بإطار جيرانه، يعني نصلح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هو لا يكتفي منا الحسين، كما دائما تؤكد وتؤكدون، هو لن يكتفي منا بأن نذرف الدموع وأن نقيم المجالس، ومع أنه يستحق منا ذلك ولازم نكون حريصين على ذلك، ولكن لا بد أن نستكمل ذلك بأن نحمل الأهداف. الحسين عليه السلام حدد أهدافه: إني لم أخرج أشرا ولا وطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. نحن أمة رسول الله على الأصول ماشيين، والله بدنا إصلاح، بدنا نصلح. ودورنا نحن الذين التزمنا الحسين عليه السلام وبكيناه وشعرنا بدور الذي قام به، نصلح واقعنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. حتى لو مرات البعض يمكن يسيء إلينا، يمكن يتهجم علينا، يمكن يحاربنا، هنا الإخلاص، نأمر بالمعروف طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، كما الله دعانا إلى ذلك.
من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهده يعمل في عباده بالإثم والعدوان فلم يغر عليه بقول أو فلم يغير عليه بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. يعني لازم يكون لنا دور بمواجهة الفساد، ألا وإن هؤلاء القوم شو مشكلته معه؟ كل هؤلاء مشكلته عائلية عشائرية يأخذين منه الملك، ولا مرة حكي بذلك، قال لزموا طاعة الشيطان تركوا طاعة الرحمن، هؤلاء أظهروا الفساد، عطلوا حدود القوانين ما عادت تطبق، استأثروا بالأموال الناس، أحلوا حرام الله حرموا حلالا، وأنا حق من غير، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى. لهذا أن نكون فعلا ممن نستحق هذا الموقع الكبير، أن نكون من أتباع الحسين عليه السلام، من أنصاره، من أعوانه، وأن نكون من الذابين عن حرمه، أن نكون الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المصلحين الساعين لمواجهة الفساد، حتى لو كان من ابن طائفتنا ومذهبنا ومن عائلتنا، أن نكون ضد كل ظالم حتى لو كان أقرب الناس إلينا، أن نكون الصادقين وأن نكون الأمناء، هذا ما كان عليه، أن نكون معه في كل الظروف، نكون معه كما كان أولئك. طبعا تعرفون ما قاله هؤلاء عندما جاء إليهم في ليلة العاشر، قال لهم كل واحد يروح سبيله، يروح على عائلته، يروح عند أولاده، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وذروني فإن القوم لا يريدون غيري. أراد أنه يظهر الإيمان في داخلهم، عرف أنه ما بيروحوا ما بيتركوه، لكن أراد أن يظهر لنا السورة، حتى إذا أردنا أن نكون أنصارا له، مش أنصار بحالات السلم بس شوي الأمور تتعوكر يصير في هناك وضع يخل بمصالحنا بأمور تختص بنا أو بأمننا في بعض الحالات، كان الصوت لا أرانا الله ذلك أبدا نفديك بأنفسنا، طبعا نفدي رسالتك، هم فدوا الرسالة، وطبعا هو يمثلها أفضل تمثيل، وأهلينا نقاتل معك حتى نرد موردك. أيها الأحبة، نحن أحوج ما نكون إلى أولئك الذين صدقوا في مودتهم، أن نصدق ما عاهدنا الله عليه، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، نحن عاهدنا الله على أن نلتزم بدينه وأن نلتزم بالخط الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعمل أهل البيت على إبقائه صافياً نقياً وحاضراً في العقل وفي الوجدان وفي واقع الحياة، أن نكون صادقين في ذلك، وصدقنا هو في المواقف وفي العمل، بذلك نخلص لهم، بذلك نكون زيناً لهم لا شيناً عليهم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك،
وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قريب مجيب الدعوات، إنك ماحي السيئات، إنك ولي الأعمال الباقيات الصالحات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم بوصية الإمام الحسين عليه السلام التي أوصاها وهو في قمة المعاناة وفي مواجهة كل هؤلاء الأعداء. استغل الإمام الحسين عليه السلام فرصة حتى يوصي ولده بوصية ليوصلها لنا وهو مستوصٍ بها، لكن حتى نحملها ونكون على صورتها. يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله. هذه أن لا تظلم، لأنك قوي، عندك موقع، عندك سلطة، عندك حضور، أن لا تستغل قوتك لظلم الآخرين، هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يردوك لأنك قوي، ابن عشيرة، ابن عائلة، ابن جهة أنت تستند إليها لا يستطيعون أن يواجهوك، لأنك أنت لك دور في حياتهم، تملك أمرهم. هذا أفحش الظلم، أن واحد يوصل إلى هالمرحلة. وأصعب المواقف عند الله هي موقف هؤلاء الذين لا يجدون ناصراً إلا الله. الله بيتركهم؟ لا بيتركهم بالدنيا ولا بيتركهم في الآخر. ولهذا نحن معنيون أن لا يظلم الرئيس مرؤوسيه، ولا المدير موظفيه، ولا رب العمل عماله، ولا المعلم طلابه، ولا الزوج زوجته، ولا الأب أولاده. هذا ما ينبغي. هؤلاء اللي يقولون يا رب ما قادرين نواجه، أقوى منا وأقدر منا وعنده سلطة أعلى منا. أصعب شيء يقف فيه الإنسان هو هذا الموقف في الدنيا. تصوروا الله بيترك الذين يظلمون وناجوه ودعوه، كمان بالآخرة يوم المظلوم على الظالم أشد، في ذلك اليوم أشد من يوم الظالم على المظلوم. نحن بحاجة إلى ذلك حتى نبني مجتمعا لا يظلم فيه أحد لضعفه أو لقلة قدرته أو لمن لا يستند إلى ظهر يحميه. كون مجتمع العادل مع كل الناس، وكون حريصين على العدل مع الضعفاء أكثر من اللي يملكون القوة، ونكون بذلك أقدر. عندما نكون كذلك سنكون بعين الله، وسينظر إلينا الله سبحانه وتعالى، وسنكون قادرين على مواجهة التحديات. البداية طبعا مما نبدأ به هو من غزة، اللي صارت هي الأساس. إذا في حل سيبدأ منها، وإذا في ما في حل وفي هناك اتساع لدائرة هذه الحرب، أكيد سيكون عندما لا يقوم من يعنون بهذه القضية بالقيام بمسؤوليتهم في جعل الحق لأصحاب الحق فيها. البداية من غزة التي دخلت الحرب عليها شهر العاشر من دون أن تبدو في الأفق بوادر لنجاح المفاوضات التي تجري الآن، رغم المرونة التي أبداها ولا يزال يبديها المفاوض الفلسطيني حرصاً على هؤلاء الناس.
وذلك بفعل إصرار رئيس وزراء العدو على المماطلة فيها. هو يريد أن تكون بشروطه ولتحقيق أهدافه وأهداف كيانه في هذه الحرب التي بات من الواضح مدى التداعيات التي قد يؤدي إليها استمرار تعنته وتعنت كيانه، والتي لم تعد تقف عند حدود غزة بل قد يتعدى ذلك إلى المنطقة كلها، وإلى أن تقع حرب غير محسوبة يكتوي العالم بها. في هذا الوقت يتابع الشعب الفلسطيني ومعه كل الذين يساندونه في هذه المعركة في التصدي لهذا الكيان الذي يمارس كل ألوان التدمير والتجويع والتعطيش والقتل لتحقيق أهدافه، ويشهد على ذلك ولكن دون جدوى، يشهد على ذلك حال الاستنزاف التي يعاني منها هذا جيش الاحتلال في جنوده وفي آلياته، واللي هو اعترف بها، ما بات يعترف بها هو بنفسه من خلال قادته، والذي أدى أيضاً إلى انقسامات داخل هذا الكيان في أسلوب مواجهة هذا الحرب، اللي صارت تعتبر حرب عقيمة بالنسبة لهذا الكيان. إننا نشعر دائماً ونؤكد على الاعتزاز بصمود هذا الشعب، والذي جعل منه أيقونة في هذا العالم وأنموذجاً يقتدى به، وهو قوة نقولها للعالم العربي والإسلام اللي انفرط بهؤلاء ولا يبالي. هؤلاء هم قوة لكم، مش فقط لفلسطين، هؤلاء سيكونون معكم عندما تواجهون التحديات وقد تواجهونها. نحيي كل الذين، ونحيي هنا أيضاً كل الذين لم يتركوا هذا الشعب وحيداً في معركته، طلاقاً من حسهم القومي والديني والإنساني، رغم وعيهم الكبير لحجم التضحيات التي يبذلونها، وهم اليوم ونشهدهم اليوم فيما حصل وفيما يجري من خلال ما قام به شعب اليمن الأبي العزيز الحر، يربكون مخططات هذا العدو، وما سيجعل العدو عاجلاً أو آجلاً يعيد النظر بحساباته وفي الاستمرار بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني أو على مستوى الشعوب المنطقة. نتوقف عند القرار الذي صدر أخيراً من الكنيسة الإسرائيلي، والتي تم بموافقة الموالاة والمعارضة برفض الدولة الفلسطينية على العين. عم بيقولوا يا جماعة ما بدنا دولة فلسطينية، حتى لو كانت بالحدود التي نحن لا نؤمن بها، نحن بنؤمن فلسطين، كل فلسطين، أي ضمن نطاق 1967، والذي بالطبع لا يحقق طموح الشعب الفلسطيني ولا يعيد حقوقه. وفي حسابات هذا العدو أن حق العودة مرفوض، والخيار أمام هذا الشعب في نظر هذا الكيان إما التهجير أو أن يذوب داخل كيانه. وهذا الأمر الذي حصل في الكنيسة هو رد على كل الذين لا يزالون يراهنون على السلام مع هذا العدو. نحن بدنا نسالمك بس أعطي دولة فلسطينية، ما بده، والتطويع معه مقابل إقامة دولة فلسطينية، وهم لن يحسدوا من وراء ذلك إلا الفشل رغم ما قدموه من تنازلات. وهذا يأتي ليؤكد ما بات واضحاً، أن لا خيار مع هذا العدو إلا بمقاومته، والتي هي اللغة التي يفهمها ويجعله، وهي التي تجعله يعيد النظر بحساباته ويعيد إلى الشعب الفلسطيني حقوقه. هنا نجدد دعوتنا للفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه ما يتهددهم، والذي كان ولا يزال يتهددهم جميعاً. العدو الصهيوني لا يفرق بين فصيل وآخر، لا يفرق بين رام الله والضفة الغربية وغزة وغيرها، ويريد الإجهاز على القضية الفلسطينية، وها هو يعلن صراحةً وتشريعاً بأنه
لا يريد للشعب الفلسطيني أن يكون له حقوقه، قد يفوت ضمن الكيان ويذوب بداخله. إنما المؤسف أن نشهد من الداخل الفلسطيني من لا يزال يراهن على السلام مع هذا العدو وتبادل الصفقات معه، أو من يوجه بها المعركة، يوجه سهامه إلى الفصائل المقاومة فيه بدلاً من أن يقف مع هؤلاء في مواجهة هذا العدو. نصل إلى لبنان الذي يتصاعد فيه العدوان الصهيوني على القرى الحدودية، ويواصل هذا العدو سياسة الاغتيالات لقادة المقاومة من كل الفصائل ورموزها، ويتمادى في استهداف المدنيين في وقت تستمر فيه المقاومة بإداء الدور الذي رسمته لنفسها تجاه الشعب الفلسطيني، وفي رد العدوان والتعامل معه على قاعدة السن بالسن والعين بالعين، وهي تقدم في كل يوم درساً بأن هذا البلد ليس لقمة مستساغة له، وعليه أن يفكر طويلاً قبل أن يقدم على أي مغامرة على هذا البلد، وهي جادة في ذلك. إننا نجدد دعوتنا للبنانيين أن يعتزوا بأن هناك في هذا البلد من بات قادراً على ردع هذا العدو، ونحن ندعو إلى تعزيز هذا المنطق وهذا الموقف وهذه الروحية بدلاً مما يحصل من رمي السهام تجاهها. إذا كان هناك من وجهات نظر اختلاف في وجهات النظر حول ما يجري، فلنوفر المناخ المناسب للحوار حولها والأطر المناسبة له، ولا نتحدث بالصوت العالي الذي يستفيد منه العدو، فهو يستفيد من أي ثغرة تحصل في الداخل مما يجعله يمس بسيادة هذا البلد ويجعله في مهو اعتداءاته. في الوقت نفسه ندعو كل القوى السياسية إلى أن تتخفف من الشروط والشروط المضادة للبدء بحوار بات ضرورياً لإزالة الهواجس الحاصلة بين اللبنانيين والتقريب بين المواقف للوصول إلى تأمين الاستحقاقات التي تبعد شبح الانهيار الذي نشبتنا نشهده على كل الصعد، وأن يكف الجميع عن رهان غير واقعي على تطورات خارجية ما يحصل في أمريكا، أو الرهان على تطورات مما قد يحصل من نتائج غزة في غزة أو في الضفة الغربية، بل أن يكون الرهان دائماً على وحدتنا وعلى حرصنا على هذا البلد وتعاوننا جميعاً من أجل إخراجه من أزماته ومما يعاني منه، حيث لا يمكن أن يحصل ذلك إلا بتعاون الجميع والعمل جميعاً ودائماً لخير هذا البلد ولصالحه، ومن أجل أن يكون كما نريده عزيزاً قوياً في قدراته وقوياً في حضوره وقوياً في مواجهة أعدائه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.